أعزائي المشاهدين، أهلا بكم بالهوى رمضاني. اليوم جولتنا راح تكون في أحد المقاهي بمحافظة أربيل، وموضوعنا اليوم عن الألعاب اللي يقضون بها الشباب وقتهم من بعد الفطور إلى حد السحور. ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، بأول جيم أدخل بي أفوز. تلعبون هناك اليوم؟ تجون تلعبون دومنا؟ إن شاء الله يومية. كيف تقضون الوقت على هاي اللعبة؟ ساعتين ونص للساعات مو أكثر. يعني من بعد الفطور تجون بأي ساعة؟ من بعد التراويح تقريبا، يعني 9:30 10 إلا ربع لل 12 إلى 12 12 ونص مرات واحدة ثنتين؟ لا 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 هسي هالقد لا. تجون تلعبون الدومنة من الفطور بعد الفطور لسه؟ كل رمضان بس برمضان تلعب؟ اي بس برمضان، اكثر شيء برمضان. تنسى اللعبة إذا بس برمضان؟ لا لا احنا ضابطيها. وانت تحمس ونشيط وكذا، شنو دورك هنا؟ تحكيم؟ أنا الحكم، أنا أقيم اللعب. يعني تنسى سوبر بروفيشنال هنا؟ نعم، أنا أقول له هذا لعبك صح، هذا لعبة غلط، هذا لعبة تمام، يربط شلون يلعب شلون. شين جديات تعرف تلعب دومنا؟ أي طبعا. نشوف هاي اللعبة، ممكن هواية من المشاهدين ما يعرفوها. هاي لعبة الأوكي، مو تمام؟ إيه أوكي، هذا تركي. لعبة تركية. إيه. مثل يمكن الورقة أو الشدة. إيه نفس الشيء. زين، أنتوا كل يوم تجون تلعبون هنا؟ كل يوم. زين، من هنا أنا أقوى واحد بيكم؟ هذا. يقولون أكثر واحد مسيطر. شو يعني من ناحية ناحية مسيطر؟ مسيطر باللعب؟ لا، هو كله نفس الشيء. بس ايش قد النتيجه؟ فايزين خسرانين؟ احنا هسه نفس الشيء، يعني هم 200 احنا 200. اه هم فايزين لعبه قبلنا. برايك الناس ليش حولت على الورق والدومنه وعافت المحابس؟ والله يعني نقدر نقول راح مو ديله. والله وهنا يعني مو مثل بغداد وباقي المحافظات، يعني مو هواية. يعني انتو بالنسبة لكم تتونسون بهاي اللعبات وموضوع المحابس، اللعبات القديمة نسيتوها؟ لا عادي، احنا همين نلعب محابس، احنا كل سنة محابس وكل سنة نلعب. مو تشكلك جداش وهاي الترتيبات مال محابس. احنا نلاحظ انه اكو كثافة بهاي الالعاب من بعد الفطور الى حد السحور، هواية نشوف يعني اكثر من قبل رمضان. صحيح تمام. الناس يعني شو تسوي ورا الفطور؟ تطلع هاي المكانات. Thank you.